السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن ذا وصلنا لمحطتنا الأخيرة في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعلنا به من السعداء في الدنيا والآخرة. وإحنا تقريبا مع الحلقة التي سيسدل بها الستار على هذا الموسم من هذا البرنامج، برنامج تدبر القصص. وإن شاء الله يكون بإذن الله يعني ده بداية إن شاء الله لمواسم أخرى يعني نستأنف فيها الحديث حول هذا الموضوع المهم، بل إن شاء الله بداية لموضوعات أخرى تكون على هذه المنصة الرائدة، منصة هسبرس. وأنا أشكر القائمين عليها، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر القائمين عليها وكل فريق الإعداد على أنهم أتاحوا لي هذه الفرصة أن يصافح وجهي وجوهكم، وأن احنا نجلس مع بعض هذه الجلسات في هذا الشهر الفضيل، وإن شاء الله تتلوها جلسات أخرى إن شاء الله. حابب أختم البرنامج بإشارة لموضوع في منتهى الأهمية، ألا وهو يعني تدبر القصص ودوره في حماية الأطفال والشباب والرجال والنساء، حمايتهم من التطرف ومن الإلحاد ومن الانحراف وغيرها من الأمور. الحقيقة الموضوع ده موضوع كبير جدا جدا، يمكن أنا حتى رسالة الدكتوراه بتاعتي أصلا في الموضوع ده، والموضوع يعني ليه يعني خطوط وخيوط كتيرة متشعبة في الحقيقة مش هنقدر نستوفيها، لكن أنا هكتفي في الحلقة دي بأن أنا أشير إشارات وأضيء إضاءات وألمح الماحات لعلها تكون نافعة في هذا الباب. في مرة جمعني لقاء بصديق هو مهتم شوية بتربية الأطفال وبنائهم وكده، وقال لي: يا دكتور، أنت بتزعم أن كل مشكلات الأطفال ممكن تتحل بالقرآن، ممكن تتحل بالقصص القرآني تحديد. قلت له آه. فقال لي: طب إيه رأيك في المشكلة الفلانية؟ فجبت له القصة اللي بتحلها أو السورة اللي بتحلها. إيه رأيك في المشكلة الفلانية كذا، المشكلة الفلانية كذا. قلت له باختصار: ربنا لما وصف القرآن ما وصفوش بأنه دواء، وصفه بأنه شفاء. الدواء ممكن يشفي أو لا يشفي، لكن الشفاء حتما يشفي. الدواء ممكن يشفي ويسيب أعراض جانبية، لكن الشفاء ما بيسيبش أعراض جانبية. الدواء ممكن يشفي لفترة معينة وبعد كده يرجع الداء تاني، اللي بنسميه الريلابس عندنا في الطب، لكن في الحقيقة الشفاء بيقضي على المرض نهائيا، ما بيرجعش بعد كده، ربنا وصفه أنه شفاء. ففي اللي بنسميه الخصائص الشفائيه للقران الكريم، في خصائص وقائيه وفي خصائص علاجيه. ازعم ان اي حد عنده مشكله سلوكيه، مشكله فكريه، القران كفيل ان شاء الله بانه يعالجه منها، بل ازعم ان القران كفيل بانه يقيه هذه المشكله السلوكيه، يقيه هذه المشكله الفكريه. لما نقول الحاد، لما نقول تطرف، لما نقول انحراف، أنا عندي كتاب اسمه إمداد الفؤاد وسلسلة بتتكلم في الباب ده، بنتكلم عن مسألة الإلحاد والشبهات تحديدا. وعندي حتى حلقة برضو كنا سجلناها في إحدى القنوات الفضائية عن القرآن والإلحاد ودور في معالجة الإلحاد. لكن ببساطة شديدة جدا، معظم الإلحاد اللي موجود في المجتمع بتاعنا النهاردة هو إلحاد شهواني أو إلحاد نفسي. إلحاد شهواني، واحد الدين مضايقه أو مزعله أو أنا عايز أشرب خمر براحتي وعايز أعمل براحتي، مش عايز الوجع بتاع حلال وحرام ده. أو إلحاد نفسي، هو نشأ في بيئة أو في بيت كان في حد بيسيء استعمال النصوص الدينية، بيجعلها سيوف مسلطة على رقاب العباد. الراجل يقول لزوجته: لو أنت أغضبتيني هتبيتي تلعنك الملائكة، عشان النبي قال كده في الحديث. طب ما تلعنكش أنت ليه؟ أي رب ذاك اللي هو يعني يلعن واحدة باتت مظلومة عشان الظالم غضبان؟ النهارده اللي بيخلي الست بتقول لجوزها: على فكره ربنا مش هيقبل منك حاجه، وربنا اصلا كل اللي انت بتعمله ده ولا ربنا هيستجيب لك في حاجه ولا يعمل لك حاجه، عشان انت ما بتهتمش بينا وما بتعملش، وايه محور الاهتمام؟ اصلا انت ما وديتنيش الرحله الفلانيه، اصلا انت ما عملتش الامر الفلاني. هو ربنا على هوانا؟ هو الدين مش على هوانا؟ هذه الاشكالات الكائنه اللي بسميها دايما سوء استعمال السلطه الدينيه او الاجتماعيه، استعمال النصوص كسيوف مسلطة على رقاب العباد، لون للأسف الشديد من الثيوقراطية اللي كانت موجودة كده في أوروبا في فترة ما. خلاص الحق الثيوقراطي ده للأسف الشديد ده بيخلي بعض الناس خارجين عندهم أزمة مع الدين، عنده إشكال نفسي مع الدين،
الزوجه اللي زوجها باسم الدين عامل فيها الكلام ده اكيد هيبقى عندها اشكال معاه. الولد اللي اتربى في بيت الدين بيساء استعماله بالشكل ده، البنت اللي دايما كل مشاكلها يتقال لها قال رسول الله، اصل الرسول قال، اصل الرسول قال، البنت دي ما سمعتش الرسول وهو بيقول لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات، البنت دي ما سمعتش ما شافتش الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وكان قاعد عنده رجل اعرابي فدخل عليه ابنه فضمه وقبله، وبعدين دخلت بنته فسكت فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يعدل بينهما حتى في القبل بابي وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان لما تيجي تبص على الالحاد كظاهره هتجد انه معظمه يا اما الالحاد الايه، يا اما الالحاد اللي هو الشهواني ده، يا اما الالحاد النفسي، يا اما نوع تاني من الالحاد اللي سبب الشبهات. طب لما نيجي نبص على الوحي هنجد ايه؟ سبحان ربي، ربنا وصف القران بانه ايه، قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، زي الروح اللي بتسري في الجسد. الانسان سبحان الله بدون روح بيبقى عامل ازاي؟ انا بشبهها احيانا بالكهرباء لما تيجي تمشي في الغساله، لما عندك لما تشغل الدوسه على المرش وتشغل العربيه، قبل ما الشراره دي فيها، هو الانسان كده. الانسان بدون الوحي لحياه ولا حركه، الحياه والاقبال عليها والحركه في الحياه والاقبال على الدنيا ده القران بيعمله. ومش بس كده، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور، اي نور بينور الانسان حياته، بصائر، هذا بصائر من ربكم، فيعمل له زي ما قلنا التبصير والتصبير، يخليه يفهم الامور على الحقيقه. يقول ربي سبحانه وبحمده او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ده مثال ربنا بيضربه لإيه؟ بيضربه للإنسان لما الوحي يخش حياته. مرة حصل مع عالم العلماء حاجة لطيفة جدا، واحد قال له أنا عندي شبهات ومش عارف إيه وعلى مشارف الإلحاد وأنا ملح، قال له أنا عايز منك حاجة واحدة بس، قال له ده شيك ب10,000 بس شريطة أنك تعمل حاجة واحدة، خد المصحف اقراه من أوله لآخره افهمه بس، افهم ربنا بيقول لك إيه، وبعد ما تخلص الشيك اللي ب10,000 ده من حقك. راح عمل اللي قال له عليه، بعد ما خلص قال له ده شيك ب10,000 مني انا، طلعه صدقه علشان خاطر انا ربنا هداني، خلاص خلص الكلام. في اوقات كتيره مش مستعدين حتى نسمع ربنا، يعني نسمع ربنا بيقول ايه، مش مستعدين لهذه البصائر التي جاءت. باختصار شديد يا جماعه الخير، القران ده نور وروح، القران ده هو بصائر، هو رحمه، القرآن ده هدى، القرآن ده موعظة. القرآن زي ما قلنا قبل كده فيه الصحة والصلاحية والأمان والاتزان، ما فيهوش تهويل ولا تهوين ولا تضخيم ولا تقزيم. القرآن ما بيصنعش إنسان عنده إفراط ولا عنده تفريط. لو إحنا ببساطة شديدة جدا فهمنا القرآن، تدبرنا القرآن، عملنا بالقرآن، هنكون في أمان. لو فهمنا القرآن، تدبرنا القرآن، عملنا القرآن، هنكون في أمان، وخصوصا القصص القرآن. واختم هذا الموسم بسؤال حوالين ناس المفروض ان هم انحرفوا، الخوارج. الخوارج كان ايه سبب ظهورهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على السبب، بيقول لنا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي رواية لا يجاوز حناجرهم، وبيقول ذلقة به ألسنتهم، حافظين القرآن زي اسمه، كان ليهم داوية كداوية النحل، لكن ما كانش بيصل لقلوبهم يعملوا به الكلام ده. قاله ابن بطال العالم الاندلسي الكبير، وقالوا النووي رحمه الله وغيره من الشراح، لدرجة ان الزركشي في البرهان ألزمهم باحكام الفاظه وترك التفهم لمعانيه. شوفوا لما الناس اهملت معاني القرآن وصلوا لهذا الانحراف. انحراف ايه؟ تطرف. واللي بيقولوا عليه تطرف بقى بيستبيحوا دماء الناس ويستبيحوا اموال الناس ويستبيحوا اعراض الناس وهم حافظين الفاظ القرآن، لكن لما فهموش رسالة الله، لما تدبروهاش، لما عملوش بيها، لما تزكتش نفوسهم، فكان في هذه النماذج المختلة للأسف الشديد. عشان كده كنا دايما نقول مرارا وتكرارا يا جماعة الخير، قال ربي سبحانه وبحمده وأختم بذلك، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل
ولا يشقى. مفيش ضلال ولا شقاء، مفيش إلحاد، مفيش انحراف، مفيش شقاء. قال فمن قرأ هدايا، فمن حافظ هدايا، فمن جود هدايا، كل ده جميل. قال حتى فمن فهم هدايا، من اتبع هدايا، اتبعه بعد ما فهموا وتدبروا. بل أبعد من كده، لو حضرتك الآن على نفسك، الآن على بنتك، الآن على ابنك، قال ربي في سورة البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الأمان، العصمة والأمان من المخاوف والأحزان، العصمة من الضلال والشقاء لمين؟ لمن اعتنى بمعاني هذا القرآن، وخصوصا القصة التي فيه، لأنها تقدم بالنسبة لنا نماذج منظورة نقدر نسلك سبيل. بالله عليكم لو واحد تأسى بإبراهيم هيبقى متطرف، هينحرف، هيبقى ملحد. لو واحد تأسى بموسى هيكون كده؟ فببساطة شديدة قال هل بلغت اللهم فاشهد، قال هل بلغت اللهم فاشهد، قال هل بلغت اللهم فاشهد. لو ان احنا تعاملنا مع القرآن على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وفقا ما أراد ربنا، ولو احنا حقيقة انتفعنا بالقصص كما ينبغي أن ينتفع بها، ان شاء الله تكون عصمة لنا من كل المخاوف، أمان لنا من كل المخاوف والأحزان، وعصمة لنا من كل ضلال وشقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. أشكر يعني لكم جميعا يعني هذه المتابعة الجيدة طوال هذه الحلقات، أشكر لهذه المنصة هذه الفرصة العظيمة التي أتاحتها لنا ولكم. إن شاء الله نسأل الله أن يمد في أعمارنا وأن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، وإياكم لإن شاء الله نواصل اللقاء في مواسم قادمة وفي برامج قادمة وحلقات قادمة. سعدت بكم، يعني أحبكم في الله، وتحديدا أهلي وأحبابي وإخواني في المغاربة، المغرب الصغير والمغرب الكبير، المغرب في الداخل والمغرب في الخارج، وكل العرب، كل المسلمين في كل أنحاء الأرض. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، نلقاكم على خير بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.